أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. معرض ملامح من مسيرة عمان الحديثة يواصل عرض صور جلالة السلطان المعظم حتى نهاية الشهر الجاري. اختتام المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. دار الأوبرا السلطانية مسقط تشهد فعاليات عروض الأوبرا الإيطالية الشهيرة إكسير الحب. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى متابعتنا الثقافية. يواصل معرض ملامح من مسيرة عمان الحديثة عرض الصور البهية للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حتى نهاية الشهر الجاري، والمقام في القاعة المخصصة سابقا لمجلس عمان بالخوير. المعرض يضم أكثر من 700 صورة التقطتها عدسة المصور محمد مصطفى منذ السبعينات، وتمثل ذاكرة عمان وتحمل في معانيها حجم البذل والعطاء الذي بنته سواعد أبناء هذا الوطن الغالي. 700 صورة ملهمة تجسد تاريخ مسيرة الدولة العصرية التي بناها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بفكره المستنير وإيمانه بشعبه. التف حولها المواطنون صغارا وكبارا يتابعون لحظات دقيقة في تاريخ النهضة العمانية، فكل صورة حكاية تروى وتنقلها الأجيال. حقيقة جميع الصور اللي موجودة هنا تعتبر، نستطيع أقول على أنها صور حية لمولانا صاحب الجلالة. صحيح أن هذا معرض، لكن مولانا صاحب الجلالة يظل في القلوب. معرض لما تشوف هذه الصور تطلع عليها وهو بين الصحاري، حقيقة يعني اللي يشوفنا في مثل الصور اللي موضحة، يستقبل وفود بين رؤساء الدول، بين مثل ما تشوف مثل هذه الصورة بين الطبيعة، رفقوا بالحيوان الحصان. بعض الصور اللي هناك شاهدناها هي مع الغزال، حقيقة صور معبرة جدا جدا لمولانا صاحب الجلالة. فلو وصفنا ما نستطيع أن نصف، ما حقيقة ما أدينا له ولو الجزء البسيط لمولانا المعظم. حس انطباعي لما شفت الصور، حس بفخر لأن شفنا صور صاحب الجلالة الماضي والحاضر، يعني يعكس النهضة بتطوراتها ماضيها بحاضرها. جولات ميدانية بين السهل والجبل وصلت لكل شبر في هذا الوطن، بناء وتحديث شمل جميع القطاعات الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية، واهتمام بالغ بالتعليم وبناء الإنسان بدا واضحا في الصور المعروضة. احنا يعني محتاجين ان نتعرف اكثر على حياة السلطان، نوقف على هذه المواقف يعني من جلالة السلطان اللي وقفها، واكيد يعني ان الواحد الى الفخر يعني ان يشوف هذه الصور، وان يعني هذه الصور يعني تبعث في روح الانسان يعني حب الوطن اكثر، يعني حب الوطن كل يوم يزيد، ولما جينا هنا وشفنا هذه الصور يعني اعتزينا اكثر بوطننا وبجلالة السلطان خالص. واجب علينا أن نحافظ على هذه المستشفيات والمدارس، ونحافظ على أعمال صاحب الجلالة اللي سواها على المواطنين، ونثابر للأفضل. سطر لها التاريخ أفعال على السنة، ويحكي الفخر عطول الأزمان من مازن الخير ساق الخير بحكمة، ودعوة حبيب الله في الأرض برهان، صرنا في أمن وعمان رمز تهمة، كل المشارق والمغارب دون نكران، رأس الخليج والعالي ترى ضده، نبراس ساطع لعتلة الشان، وفي عرشها إنسان شالها للقمة، ومن عزته غداها الوطن ميزان، نفديك يا قابوس بالروح والذمة، ونذود عنك اليوم يا نعم سلطان، يا زين من حطة بحب الوطن كلمة، ويا زين من حطة في أرضهم ديوان، تستاهل عمان الغلا كله، ويستاهل شعبها اليوم مفخرة الأوطان. كما تعكس الصور الحضارة العمانية كواقع نعيشه اليوم بكل ما تحمله الدولة العصرية من مضامين ويلمسه المقيم والزائر للسلطنة. أول مرة شفت كل هذه الصور، وطبعا صور جميلة جدا، ومنها شفت الصور مع الرئيس كلينتون ورئيس ريغان ورئيس فورد، وشفت يعني
شخصية صاحب الجلالة السلطان. هي صور معبرة، يعني تحكي لك مسيرة التنمية، مسيرة النهضة منذ الماضي، تتابع كيف كان مولانا السلطان قابوس يتابع عن كثب حركة التنمية، النهضة، التعليم، الصحة، القضاء، الكثير من مجالات الحياة، الكثير من مجالات الدولة. تاريخ مصور يحكي قصة نهضة وطن للأجيال الحالية والقادمة، وإلهام للنشأ وهم يرون جلالته يقطع الصحاري والأودية وسط طبيعة جغرافية صعبة، ويشرف بنفسه حافظه الله على المشاريع والمؤسسات العلمية والاقتصادية والصحية. ملامح من مسيرة عمان الحديثة. هذا المعرض يستمر حتى نهاية الشهر الجاري لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لزيارته والاطلاع على مراحل بناء هذا الوطن العزيز. أحمد بن سالم الكندي، مسقط. المحطة التالية التراثية، حيث اختتم المهرجان السنوي لسباقات الهجنة الأهلية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة الذي تنظمه الهجان السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. اشتمل السباق الختامي على 13 شوطا، حيث شهد مشاركة واسعة لملاك الهجن من مختلف محافظات السلطنة. رعى ختام المهرجان سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار. بعد يومين من المشاركة الواسعة لملاك الهجن من مختلف محافظات السلطنة، جاء الاختتام لفعاليات المهرجان السنوي للهجن الذي تنظمه الهجانة السلطانية على ميدان صحار. هذه المهرجانات طبعا أقيمت بتوجيه من مولانا صاحب الجلالة، ومن خلال هذا المهرجان وهذه الفعاليات المتابعة أولا بأول، فدائما يكون هناك في تحسن ملموس يعني من قبل أصحاب الهجن وأيضا القائمين على هذه المضامير واللجان المحلية الذي تبذل جهد يعني ليس بالبسيط يعني للمحافظة على هذه الميادين وعلى هذه الإنجازات التي نراها. السباق في يومه الختامي اشتمل على إقامة 13 شوطا، منها الشوط الأول للإيداع، وفازت بمركزه الأول مشهورة للهجانة السلطانية ويضمرها حمد بن محمد لوهيبي. الشوط الثاني للإيداع جاءت في المركز الأول الشاهينية لمالكها أحمد بن عبد الله الوهيبي. الشوط الثالث للجعدان جاء في المركز الأول مياس لمالكه صالح بن محمد الوهيبي. ختام السباق جاء بتكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة في جميع الأشواط. إذن هكذا كان الختام للمحطة 13 من هذا المهرجان. ليتجدد اللقاء في المحطة القادمة على ميدان البشائر بولاية أدم في محافظة الداخلية. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. إذن من ولاية صحار إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث تتواصل على مسرح الدار فعاليات عروض الأوبرا الكوميدية الشهيرة إكسير الحب للمؤلف الموسيقي الإيطالي جايتانو ديزونيتي، وهي أوبرا كوميدية خفيفة مليئة بالأغاني المبهرة، وتعتبر واحدة من أواخر الأوبريتات الكوميدية في نهاية العصر الذهبي للأوبرا الإيطالية. بدأ العرض الأربعاء ويتجدد يومي الجمعة والسبت، تقدمه فرقة مسرح فينيس من مدينة البندقية، وهي واحدة من أبرز فرق المسرح طوال التاريخ الإيطالي. إكسير الحب تجمع في مضمونها أيها الأحبة بين روعة الكوميديا الضاحكة وقصة الحب المؤثرة وعذوبة الموسيقى الجميلة. ومتابعة لهذه التفاصيل ولهذه العروض بدار الأوبرا السلطانية مسقط، معنا الدكتور عصام الملاح مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الأوبرا السلطانية مسقط. دكتور، أمس عليك بالخير، سعداء بهذه المتابعة، ونتمنى أيضا أن تضعنا والمشاهد الكريم أيضا في هذه الإضاءات والعروض الفنية المسرحية الإيطالية لإكسير الحب. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم وحضرات المشاهدين، وإحنا زي ما تفضلت سعداء أن إحنا بدأنا بعرض إكسير الحب أمس، وكان رد الفعل الجمهور الحمد لله فعلا ممتاز، لأنه فعلا وجد كمان باقة الفنون المتعددة اللي بتكونها قالب الأوبرا عامة، وهو صيغة متكاملة بين اللحن
واللحن الموسيقي واللحن الغنائي المنفرد واللحن الغنائي في المجاميع اللي هو المسمى الكورال، إلى جانب الإخراج التمثيلي والمناظر البديعة، كل دول بيتكاتفوا ليوصلوا معلومة موسيقية في هذه الحالة كوميدية مرحة بتعجب الجمهور بصياغها المختلفة. جميل. العرض بدأ بالأربعاء، لو تحدثنا أيضا عن الحضور الجميل وحرص أيضا دار الأوبرا السلطانية على استضافة مثل هذه العروض العالمية. طبعا زي ما عودنا جمهورنا الحبيب ان احنا دايما بننوع في تقديم الفنون الأدائية بجميع أنواعها، بنقدم الأوبرا زي ما شرحت قبل كده اللي هي فنون متعددة في قالب واحد، ولكن بنقدم أو برضو فنون الباليه، بنقدم الفنون السيمفونية، إلى جانب طبعا لا ننسى الفنون العمانية والفنون العربية بوجه عام، وبنحاول نعدد سواء موسيقى الجاز، موسيقى العالمية، قدمنا قبل كده حتى كمان حاجات على الجليد لو الجمهور يفتكر في ديسمبر الماضي. فالتنوع هو عنصر أساسي في برامج الدار، ويحرص عليه كل مسؤول في هذه الدار. ماذا يترقب الجمهور أيضا إن شاء الله خلال القريب القريب معكم من خلال هذه الفعاليات وهذه اللغة أيضا الفنية الجميلة اللي تحمل في معانيها إضاءات المحبة والسلام، من هنا من عمان الجمال من مسقط العامرة لربوع العالم؟ عندنا حتى يعني لو نحاول نفكر جمهورنا الحبيب، احنا بدأنا شهر فبراير بكلثوميات بروائع الفن الراقي التي كانت تقدمه الفنانة الكبيرة أم كلثوم، وقدمهم المرة دي فنانتين، واحدة من سوريا شهد برمادة، واحدة من المغرب اللي أسماء المنور. كان النجاح ما شاء الله كبير. قدمنا بعد كده موسيقى من العراق، والوقت بنقدم إكسير الحب الأوبرا على مدى 3 أيام، يوم 25 و26 من هذا الشهر بنقدم طريق الحرير، بتقدمه الفرقة السورية المشهورة أورنينا للأداء الرقص، وهو ده بيورينا رحلة بين عدة بلدان بثقافتهم وملابسهم وحركتهم المختلفة، يعني جزء شيق جدا. بعد كده بننتقل إلى شهر القادم مارس، برضو يحتوي على العديد من التنوعات الموسيقية، وبإذن الله على تواصل مستمر لكل هذه الإضاءات الفنية والتراثية الجميلة لدار الأوبرا السلطانية مسقط من خلال استضافتها لهذه العروض، بدءا بالعروض المحلية التي أكيد فيها الإضاءة على تراثنا وموروثنا وفنوننا وعاداتنا الجميلة، إلى أيضا الأنغام والتراث العربي وكذلك الموسيقى العالمية. التحية لضيفنا العزيز الدكتور عصام الملاح، مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الأوبرا السلطانية مسقط. تعود لوحات الفنان الإيطالي أليساندرو دي ماريانو دي فيليبي الملقب ببوتيتشيلي للعرض طبعا أمام عشاق الفن التصويري في معرض أقامه جاليري كورت أولد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يضم 30 لوحة من ضمنها أشهر اللوحات التي صور فيها بوتيتشيلي تفاصيل رائعة دانتي الشهيرة الكوميديا الإلهية. وجاء المعرض بعد أن استطاع مجموعة هاملتون المكتبية من شراء لوحات بوتيتشيلي من متحف برلين، وذلك بعد ما يزيد عن 100 عام منذ أن اضطر دوق اسكتلندا لبيع تلك التحف الفنية في عام 1882 إلى ألمانيا من أجل تسديد ديونه. وقد اتسمت رسومات بوتيتشيلي بالدقة البالغة، كما تبرز انغماسه في ثقافة الماضي وارتباطه بالدين الذي جسده عن طريق الرسم في العديد من لوحاته. واحتفاء باحتضان لندن لإبداعات بوتيتشيلي، وإيمانا بضرورة صون التراث الثقافي الذي يعكس شغف الشعب الإنجليزي باقتناء التحف واللوحات الفنية، يقام هذا المعرض الذي يستمر حتى 15 مايو المقبل. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. بعض العراقيين يشترون الطيور ويطلقونها حيث يعتقد أن ذلك سيجلب لهم الحظ السعيد.
أهلا بكم من جديد. عادات وتقاليد قديمة لا يزال البعض متمسكا بها بينما لا يقرها البعض وفق معتقداته. لنشاهد معا هذا التقرير. في سوق الغزل المزدحم ببغداد يحتشد الناس حول أقفاص الطيور البرية كالنوارس والزرزور واللقالق لشرائها وإطلاق سراحها، حيث يعتقد بعض العراقيين أن ذلك سيجلب لهم الحظ السعيد جزاء على هذا العمل الرحيم. وتزدهر تجارة الطيور بشكل خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تمثل زيارة أسواق الحيوانات عادة تراثية منتشرة بين عائلات بغداد. ويتيح هذا السوق لزائري فرصة رؤية الحيوانات الغريبة مثل طيور النحام والقرود والصقور، وكذلك الحيوانات والطيور الأليفة والمستأنسة. احنا نوقف نجينا كل جمعة نشتري من عندهم طيرين نطلق صراحة، فاحنا كليتنا يعني عندنا حنية ساي كل الواقفة العالم كلها عندها حنية على الحيوانات، لأن هذا حيوان بري ما يعيش بالبيوت، فيطلقون صراحة ثمنها 1500 شيء بسيط وطيرون في سبيل الله. وساعدت هذه العادة بعض عاطلين عن العمل في العثور لأنفسهم على نشاط تجاري جديد، ويقول هذا البائع إنه يجني أرباحا من ورائها. الناس تشتري الطيارة تطلق صراحة سجين، يعني شلون السجين تطلق صراحة في سبيل الله 2000 بألف، احنا نشتري 3000 نبيع 2000 بألف على مود هم الناس تطلق صراحة واحنا نستفاد والعالم من حصلها. شلون السوار احنا ما ساعدنا العراقيين، هي غيرة العراقي شلون الثواب يعني اطلاق صراحة الطيارة. ويعتقد أن الصيادين يأسرون الطيور البرية المهاجرة في مدينة الكوت الجنوبية بمحافظة وسط ويبيعونها لتجار ينقلونها إلى السوق في بغداد، حيث تباع الواحدة بنحو 300 دينار أي ما يقرب من 30 سنتا فحسب. ويوجد في العراق نحو 387 نوعا من الطيور، الكثير منها يستوطن الأحوار في جنوب البلاد حيث تتدفق مياه نهري الدجلة والفرات إلى البحر. في تعبير من نوع مختلف عن تزايد حدة الصراعات في العالم، استضافت دار الأوبرا في العاصمة الهنغارية بودابست الأوبرا المميزة فاوست، العام الأوبرالي للموسيقار الفرنسي شارل دونو، والمقتبس من قصة كتبها الألماني يوهان جوتا، ويجسد أشكال الصراع المختلفة، أولها الصراع بين الإيمان بالله والإيمان بالشيطان المستوحى من قصة السامرة والعجل الذي عبده اليهود، وصراع الفضيلة مع رغبات الذات التي تمثلت في إغواء الشيطان فاوست للبطلة مارغريت، والصراع بين حب الذات وحب الوطن والتي تنتهي جميعا بانتصار الخير على الشر. في بادرة للحفاظ على الحياة البحرية تقيم إدارة المحميات في المكسيك في منتجع كوانتنانا ورشة للرسم خاصة بالأطفال، حيث يعمل العديد من علماء الحياة البحرية والفنانين على مساعدة الأطفال لرسم لوحات وصنع تصاميم لتصوير الحياة تحت الماء. وتسعى إدارة المحميات البحرية من خلال هذه الورشة للحصول على شكل جديد للمحمية كما يراها الأطفال أو كما يتمنون أن يرونها في المستقبل. ونشير هنا إلى أن الورشة تستمر حتى نهاية أبريل المقبل، أملا في الحصول على أكبر قدر ممكن من التصورات لشكل الحياة البحرية في محمية كوانتانا. على الصفحة التالية من متابعاتنا الثقافية نعود بالتذكير بأبرز العناوين. معرض ملامح من مسيرة عمان الحديثة يواصل عرض صور جلالة السلطان المعظم حتى نهاية الشهر الجاري. اختتام المهرجان السنوي لسباقات الهجنة الأهلية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. ودار الأوبرا السلطانية مسقط تشهد فعاليات عروض الأوبرا الإيطالية الشهيرة إكسير الحب. غدا بمشيئة الله تعالى نلتقيكم مع متابعات ثقافية متجددة. تحية مسائية عبر عمان الثقافية. إلى اللقاء.